تحية سامي القلعة، وماذا نرى لسامي القلعة بعد كل هذا الصعود اللي حصل وماذا نرى؟ طيب مبدئيا كده خلينا نتفق على حاجة، ان انا بقول ان انا عندي تصحيح حصل، وعايز التصحيح ده يكون اكبر تصحيح حصل في الدورة السعرية كلها، يعني الغي لي كل التصحيحات السابقة اطول، يعني ده التصحيح الاكبر، وبالتالي طالما في تصحيح جه اكبر بيلغي كل التصحيحات السابقه. ده مبدئيا واحد. بعد كده لو قلنا ان انا عملت واحد، عملت اتنين، ده كله كان تلاتة، اربعة، خمسة، الموجة التالتة جت منكمشة شوية، والموجة الخامسة جت ممتدة، ولكن دي كعادات الموجات القطرية، ودي بتكون بداية تغير في اتجاه واضح. تمام، الموجة بتاعتي دي كلها صححت عند مستويات الواحد الخمسين فيبو، واحنا المفروض الموجة دي قلنا ان الموجة الاولى بتصحح ما بين مستويات 61 ل 78 فيبو، يعني المفروض السعر كان يتراجع لحد المستويات دي، ولكن الموجة الخمسة بتاعتنا كانت ممتدة وقوية، وبالتالي التصحيح مش هيكون عديد بالشكل ده، واكتفى لحد مستويات 50 فيبو. وكمان هنروح نشوف هيكلة التصحيح بتاعنا، وهنروح على فريم الساعة، لأن أنا شايف إن التصحيح ده تصحيح مكتمل. ليه؟ بس برضو هنشوف. طيب لو أنا قلت إن أنا عملت الضلع واحد A B C X Y، والمفروض أصعد، وكمان المفروض يكون عندي في دايفيرجنس، وده واضح جدا إن أنا عندي دايفيرجنس، وما زلت ببحث عن صعود في المستويات دي. طيب لو جيت أشوف الموجة دي كمان لبداية الانعكاس بتاعتي، خلينا برضو نرقمها مع بعض، مش أنا ده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة وصححت، يعني المفروض كمان ان انا بقول ان انا الاسعار المفروض تصعد من المستويات دي. تمام، وما زلت ببحث عن شراء. طيب السعر ممكن يتراجع لحد فين؟ السعر ممكن يتراجع في اي وقت لما اخلص الدورة السعرية الاولى اللي انا فيها دي، ممكن يتراجع الى مستويات ما بين ال 2 جنيه 35 قرش الى حد تقريبا مستويات ال 2 جنيه ونص. طيب كمان لو انا عايز اريح دماغي من الوش ده كله، المفروض السعر انا مش عايزه يكسر لمستوى 23 فيبو، ويفضل مستويات جيدة جدا بالنسبة لي. طيب هروح على فيم اصغر واشوف الدورة السعرية بقى، اخر دورة سعرية انا فيها حاليا، هروح على فيم 15 دقيقة. طيب انا شايف كمان ان دي دورة سعرية بتخلص ايه، وهبحث عن تصحيح، يعني انا شايف اي تراجع كمان للمناطق دي هو فرصة للشراء. أنا شايف المناطق دي مناطق ممتازة جدا، لو رجع لها السعر اللي هي مناطق ال 2 جنيه 35 قرش هيكون فرصة للتعزيز والدخول تاني، وما زلنا نبحث عن أهداف كبيرة. طيب هنرجع على فريم الديلي تاني بقى، ونقول ليه إحنا بنبحث عن أهداف كبيرة على هذا السهم. طيب أنا لما ألاقي عندي الدورة السعرية بالشكل ده، وده بالنسبة لي واحد من ثلاثة يا شباب، واحد قصدي من خمسة، تمام، مش المفروض إن أنا هاخد قمة وآخد قاع واخر قاعة تشكل اللي هو عندي ده، تمام، وابحث عن مستويات ايه، مش المفروض ابحث عن مستويات ال 161 فيبو اللي عند مستويات ال 5 جنيه ونص تقريبا، ومستويات ال 200 فيبو اللي هو الهدف الاكبر اللي عند مستويات 6 جنيه و30 قرش. كمان الاهم ان انا اخسر اخر قمة تشكلت، ده يكون الهدف بتاعي الاول اللي هو عند مستويات ال 4 جنيه و30 قرش تقريبا، ده اللي احنا قلناه على سهم القلع. يعني سهم القلع لو نزل وهبط وفشل تحليلنا وتراجع ما بين منطقة ال 23 فيبو ومنطقة الصفر، يعني تراجع لحد مستويات الجنيه و80 قرش إلى مستويات ال 2 جنيه و35 قرش، هو فرصة للشراء ومش الخوف من السهم. السهم عمل انعكاس امبوس، ده موجة دافعة، يعني معنى صح إن أنا عندي مزيد من الصعود ومزيد من الصعود، والسهم المفروض أساسا كان يصحح لحد المستويات دي، ولكن الموجة الخامسة عشان جت ممتدة فسحبت معانا التصحيح لفوق، وكمان انا عندي تصحيح اكبر من كل التصحيحات السابقه، فالغالي كل التصحيحات السابقه، فبالتالي اي تراجع للقلع في المناطق اللي هي ما بين اللي احنا قلنا عليها دي، ما بين الجنيه و80 قرش الى مستويات ال 2 جنيه 35 قرش، هو فرصه للشراء. ولو احنا بنتكلم على الدوره السريعه على فيلم 15 دقيقه، وفضل تحليلنا مستمر في هذا، حتى كمان يا جماعه انت شوف منطقه ال 2 جنيه 37 قرش جايه كمان منطقه دعم على الفيبوناتشي على الفيلم الاكبر، فاللي انا شايف ان اي تراجع لمناطق ال 2 جنيه 37 قرش هو فرصه للشراء، واللي حصل عندنا يا شباب انا شايف ان دي
كانت بداية الانعكاس، ودي الموجة الأولى، وما زلنا نبحث عن أهداف كبيرة، وما زلنا نبحث عن أول أي كسر آخر قمة تشكلت اللي عند مستويات الـ2 إلى 4 جنيه و30 قرش كهدف أول. وبالتوفيق.